يلا بس هي على ميدان التحرير في جمعة التطهير، بس عايزين نصور جوه بقى. جرافيتيز على الحيطة. جمعة النظام. ايوه يا عم، خش صور جوه. شوف البلاوي، بس يا عم في بس يا عم مالك يا عم، شوف البلاوي اللي جوه. في مالك خربوها خلاص بقى. ايه اللي حصل جوه؟ ماسك هتغدى فوق عمهم كلهم، عمهم واحد واحد. استنى استنى، عايز ايه؟ استنى ايه متضايق من ايه؟ كل جوه تقول بص، كان بس بعدين لازم يسموا في حسن مبارك، ولا حسن مبارك وحش ومش عارف ايه. حسن مبارك ده 100 100، عمل ايه وحش؟ عندك افتكر كده الحرب، انت مش كنت موجود ولا انا كنت موجود؟ ماسك في الحرب بتاع 73، ماسك لما ضرب اليهود وطلع بالطياره زعلهم كلهم. مين هو يا عم حسن مبارك؟ طلع وزعلهم كلهم، مفيش حد يعرف الكلام قدامه. عايز على اي حاجه؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. ماسك انا عملك دي وخد عندك بقى، بيقول لك دلوقتي عايزين يعدموه. اعدموه عيب عليك. انت سواء ترضى ابوك حد يكلمه كلمه وحشه وراجل كبير ترضى؟ ما هو ده مش ابوك يا ابني، هو مش عشان ابوك. طب انا عند ابويا ممكن حد مسوي عليهم جمعه عند البيت يقول لك عايزين نعدم ابوك، عشانهم يعدموه. ده ابوك عمل ايه بس؟ ده انا موته بايديا ومش حد يعدمه. ماشي، بيقولوا بقى عايزين يعدموه. طب ليه يا عم؟ دخلت اسالهم بقى، طب ليه عايزين تعدموه؟ ماشي، يقول لك ايه؟ عشان خرب البلد. مش خربها يا عم خالص، ده هو اللي ظبطها. ليه بقى؟ ظبطها ازاي؟ هقول لك. انت بتقوله اللي ما افتكر وانا صغير كان التلفزيون كان بيجيب لك ايه؟ تمام؟ مازنزر، عارفه؟ اللي هو بتاع حمرا كده، وكان وعامل كده مطلع نار وضرب اللي قدامه، هو افروديت. ماشي، كان بيخليك تفهم ايه بقى لما تكبر؟ ان انت لازم تكون قوي، بس هتطلع نار من صدرك، بس لازم تكون قوي. وكابتن ماجد بقى، وكابتن ماجد، ما كنتش هقولها ام مصعب. كابتن ماجد بقى قعدنا نفرج عليه، فهمنا يعني ايه كوره. ماشي، خدنا بيها ايه؟ عمال ناخد افريقيا اهو، مفيش حد يعرف يغلبنا. كل مره ناخدها احنا، كل مره ناخدها احنا، هنا ناخدها وبره ناخدها. ماشي، وتقول لي على السخن بقى؟ لا، عمل حاجه كتير قوي في السخن زي الفل. عملك ايه؟ الخبرة الكتيره دي اللي اتعملت دي، انت مش فاهمين يعني ايه كوبري؟ هو الكوبري العربيه بتجري عليه وخلاص، انت اهبل؟ الكوبري ده اتفضل فاهمني بقى، يعني في ناس كتير اشتغلت عليه، صح؟ اللي بنوه كان برضه محاره، اشتغل بتاع الحديد. ماشي، عمل اسفلت، ادي حاجه. وبعد ما خلص بقى الناس قاعده في البيت؟ لا، في كانت عيال تبيع والده وتبيع فل، ادي حاجه. وفي واحد تاني واقف يبلع حمص السام، وبعد زي الفل والناس كلها شغاله. اهو ماشي، ايه اللي حصل؟ اهو بص الطيارات عماله تلف حواليك، وهم في حد في دول يروح الشغل؟ كلهم صحيحين، مفيش حد فيهم بيروح الشغل ولا اي حاجه، قاعدين في بيوتهم بيعملوا حاجه. اهو ينزل يقول لك اقتلوه اقتلوه. طب ماشي، ما هو قاعد هناك اهو، اركب اي عربيه بس يكون معاك فلوسها، بس اركب سفلقه وروح اقتله على ابوك كلكم. ابوك تعالى 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 تعالى. هو عمل ايه تاني؟ طب حلو يا عم، عمل لك تاكسي الابيض، كان اول تاكسي اسود بس كده وشكله رخم. بص ده التاكسي بقى ابيض كده وشكله حلو، تركب وتركب جوه بقى تلاقي سواق عنده تسجيل وبتاع جديده وعفسه سليم بقى. عمل حاجات كتير. وبعدين فيها ايه؟ لما ابنه كان بيقعد يساعده. هو انت طب قال له اصل ابوك قال لك انزل مكان افتح المحل، والله خلي بالك من حاجه ومش تروح. يقول لك تعالى بتكلم مش ربيت. انا ما هو ابنه. وبعدين هو سرق. ماشي يا عم سرق، انت كنت جعان يوم هو مشي، بس كان عندك اكل في البيت؟ انا كان عندي اكل في البيت، انت عشان بس دخل يا عم. لكن انت كنت قاعد في البيت، عشان كده بسلمك، بس كان عندك في اكل. انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل نقاش. واسمك ايه؟ يعني انت مالك باسم؟ لا اعرف بقى، انت عارف يا عم يعني. ما انت عشان معاهم جوه. انت من مصر هنا؟ من القاهره؟ اه يا عم من القاهره يا عم، ما الفلاح زيك. طب ليه الغلط ده؟ خلاص، وانت بتتكلم اهو في القاهره. انت مصرف مضاد ده يا اه. ايه؟ مصرف مضاد. لا انا مش سيدة زينب. اما كمان سراج اللي صرف مضاد دي بقى. ابوك بقى بجد. اه يا عم. يا عم.